سلام، اليوم كاين الماتش ديال المنتخب الوطني المغربي ضد تنزانيا. هاد المرة ما غنتفرجش في الحي فين كنسكن انا، غادي نتفرج في مدينة الناظور. هاد المدينة اللي جيت لها اليوم غير بالصدفة، تلاقات مع الماتش ديال المنتخب الوطني المغربي وقلت علاش ما نصورش اخوتي المغاربة الاجواء في الناظور كيفاش دايرة مع هاد الماتش المهم ديال المنتخب الوطني المغربي اللي هو المفتاح ديال كوب دافريك. وإن شاء الله كنتمنوا أنهم يفوزوا في هذا الماتش على بركة الله. نخرجوا منها وغادي نشوفوا ماتش المنتخب الوطني المغربي في قهوة في الناظور، ومنها غنوريكم الجمالية ديال هذه المدينة هذه، حجة وزيارة كما كيقولوا المغاربة. بقاو معايا وما تزابيوش. هنا الخرجة ديال الوطيل كما كتشوفوا الزليج ما كنطبعوش في التونيات، كنلصقوه في البودرات وفي الحيوطة كما كتشوفوا على عينيكم. انا تمشيت واحد شويه حيت القهوه قريبه للوطيل فين بارك دابا. وكيف ما كتشوفوا الدنيا زوينه ونقيه في مدينه الناظور، وتبارك الله على الناس اللي كيسهروا على هذا الشيء. برافو عليكم، مدينه زوينه وزوينه بزاف صراحه، انا عجبتني. وباش ما نكثرش عليكم اخواني، نخليكم تشوفوا هاد المقاطع اللي هي صغيره وصغيره بزاف على الجماليه ديال هاد المدينه والجماليه ديال هاد البلاصه فين كاينه هاد القهوه هادي. تبعوا معايا. وهذه هي القهوه اللي غنتفرجوا فيها في الماتش ديال المنتخب المغربي اليوم. انا راه ما كندير لا اشهار لا حتى شي حاجه لهاد القهوه هذه. وانا الحمد لله لقيت بلاصه، كما كتشوفوا القهوه باقا خاويه، تقريبا باقا شي ساعتين لارو على الماتش ديال المنتخب المغربي. كان سيرفيس زوين، السيد دغيا جاب لي لا كوموند ديال هي واحد القهوه كحله كما كتعرف. ها القهوة ديالنا وصلات، وحرك الحماس دابا مع أسود الأطلس، إن شاء الله اليوم يفرحونا. قناة بين سبور وللأمانة قبل ما يبدأ الماتش ديال المنتخب المغربي داروا واحد الوثائقي صغير اللي هو كيهضر على الإنجازات ديال المنتخب المغربي لا في كأس العالم لا في كوب دافريك، وصراحة حطوا المنتخب الوطني المغربي في الحجم ديالو وفي القوة وفي البلاصة اللي كيستاهلها. مهم بقينا كنتسناو باش يبدا الماتش اللي كنتسناوه من شحال هادي، ونشوفوا الجاهزية ديال المنتخب الوطني المغربي واش غيبان بهذيك الصورة اللي يبان فيها في كوب دي موند ولا لا. وكلنا كنا متحمسين، كاع دوك الناس اللي مريحين تما كلهم كانوا متحمسين باش يشوفوا المنتخب الوطني المغربي. هنا القهوة بدأت كتعمر وبدأ الحماس كيتزاد وبدأ الفضول، كاع دوك اللي مريحين تما جاهم دوك الفضول باش يشوفوا المنتخب الوطني المغربي ويشوفوا كيفاش غيساير هاد المقابلات، خصوصا الدول العربية كلهم خرجوا فالصو في هاد الماتشات الاولين ديالهم، لا منتخب مصر لا منتخب تونس لا منتخب الجزائر. هنا بدا العزف ديال النشيد الوطني المغربي، صافي كلشي ثقل وكيتصنط. بدا الماتش
المنتخب التنزاني بكامله رجع للور ودار واحد البلوك على المنتخب المغربي وما بغاش يلعب كرة بالعربية تعربت باغي نقيضة باردة مع رابع كأس العالم. وحيث المدرب ديالهم الجزائري ما فاهمش انه احسن طريقة للدفاع هو الهجوم ماشي ترجع اللور وتبرك تيتي نيني تما اكيد غادي تستنزف كاع الطاقة ديالك وغادي تلقى هدف. هنا المنتخب المغربي تكى على تنزانيا بكل الثقل ديالو وكنت متأكد انه غادي ماركي في هاد الوقيتة وبالفعل هذه هي الوقيتة اللي ماركة فيها المنتخب الوطني المغربي وخا كانت عن طريق ضربة ثابتة. من بعد ما سجل المنتخب الوطني المغربي الهدف الاول المنتخب التنزاني ولا تيضرب عين بين اللعابه ديال المنتخب شو شحال من لقطه ضربوا فيها المغاربه ضربوا اوناحي ضربوا الزلزولي وضربوا بزاف ديال اللعابه وكانت ضربات الله يحفظ كانت غتمشي وتكون خطيره. هنا سال الشوط الاول خرجنا تمشاو شويه راه بقينا معصورين في ديك القهوه ساعتين قبل ما يبدا الماتش قلت نخرج منها نشوف الاجواء كيفاش دايره ونصور لكم هذه المناظر الزوينه والواعره ديال مدينه الناظور في الغروب كما كتشوف. صراحه هذه المدينه ما واخداش حقها في الاعلام المغربي وما كيروجوش ليها بتاتا او ما عمرني شفت شي برنامج كيهضر على مدينه الناظور. كما كتشوفوا الجماليه ديال هذه المدينه هذه اللي تقدر تجيب بزاف ديال السياح. هنا قرب يبدا الشوط الثاني ندخلو نشدو بلاصتنا فين كنا باركين على بركه الله. ومع بدا الشوط الثاني كنت متاكد ان وليده الركراكي غادي يزيدوا اهداف واحد اخرى. واحد من اللعابه ديال تنزانيا عيق بزاف على اوناحي بالضرب وصدق واخذ البطاقه الصفراء الثانيه وعليها خدا انذار وخرج في حالاته وتهنينا منه هذا مسمار طرقناه.
وصافي غير خرج داك خونا والبيوتة ولاو كيطيحوا بحال الشتا تبارك الله. بيتابع بيتابع بيت، وانا على يقين ان المنتخب ديالنا المغربي ما بغاش يعمرهم بالاهداف، راكم عارفين العين. وما علينا، مبروك علينا بخير، تمتعوا بالاهداف. هنا الحكم كيرجع للفار وكيتاكد بان البيت صحيح، ما فيه لا تخرشيش لا والو، ما فيه لا تسلل لا تسلوله. بصحتك اخويا نزار. مع دخل بوفال وعدلي كيبان لك المنتخب ولا منتخب واحد اخر، ولاو شي لقطات غربانين وغربانين بزاف بحال هاد اللقطه هادي. بوفال راوغ وحطها للكعبي كوت سيزون، كان غادي يخشيها وكان غيكون احسن هدف في هاد الدور. هنا سال الماتش ديال المنتخب الوطني المغربي، وكان هذا هو اول فوز لمنتخب عربي في كاس افريقيا. المنتخب المغربي دار اليوم انجاز كبير وحل العقده اللي ما قدروش منتخبات تونس والجزائر ومصر وموريتانيا. كنتمنى يكون الفيديو عجبكم وعجباتكم مدينه الناظور وعجبكم المستوى تاع المنتخب المغربي. والسلام.